مساء الخير، مساء الخير على أصدقائي وعلى أحلى جروب وأحلى مشتركين. يا رب يخليكوا ليا وما تحرمش منكوا أبدا، ونفضل كده نعمل بعض وإيدينا في إيدين بعض، ونكتر بعض ونزود المشاهدات ونزود اللايكات ونزود التعليقات، أجمل تعليقات منكوا حبايبي. ربنا يخليكوا، أنا بشكركوا أوي 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 على كلامكوا الجميل وتشجيعكم ليا. ويا رب يا رب اكون كده انا كمان عند حسن ظنكم، بشجعكم ونشجع بعضنا ان شاء الله ان شاء الله. انا عندي امل كبير في ربنا، وان شاء الله هنوصل زي ما قلت لكم كده. طول ما احنا بنشترك لبعض وبندعم بعض وبنتفرج على فيديوهات بعض، ان شاء الله هنوصل باذن الله. النهارده هنتكلم على ايه؟ على الاختيار. الاختيار ده حاجه مفيده جدا يا جماعه، ان انت تختاري شريك حياتك. دي حاجة لازم الواحد يختار صح. احنا مش يعني مش جوازة وخلاص او خطوبة وخلاص، لا. اما تيجي تختاري اذا كنت انتي او انت، لا اختاروا صح علشان خاطر ما ترجعش بعد كده يبقى في مشاكل زوجية ويبقى الضحية فيها اطفال. المفروض احنا لما نيجي يعني اتنين مخطوبين مع بعض، ايه بيقعدوا فترة خطوبة لازم بيبقوا عارفين بعض طبعا. بيتعرضوا لمشاكل طبعا هما مخطوبين في الاول. والله بقى انت شفتي ان هو انسان كويس، انسان خلوق، انسان يستهلك، او انت برضو كذلك شفتها انسانة خلوقة، انسانة كويسة، انسانة تستهلك، يبقى كمله. لقيتيه بقى معلش يعني في واحد بيحب يشتم، بيمد ايده ويتملي يتكلم بالالفاظ، لقيتيه كده ومش لاقيه نفسك مش قادره تكملي، ما تكمليش. لقيتيه مستهتر، لقيتيه بتاع بابا وماما وكل حاجه لازم اقول لماما ولازم اخد راي ماما ولازم، ما تكمليش. من الاخر كده ما تكمليش، هيفضل كده. انت لقيتها كده الكبيرة والصغيرة لازم تروح تحكي مامتها عليها، ولازم تقول كل حاجة وكل اللي اسرار اللي ما بينك وما بينها لمامتها لزميلتها، وتلاقي اسرارك باستمرار خارجة برا، ما تكملش. هي ده طبعها وهو ده هيبقى اخلاقها وهي دي هتبقى تربيتها، ما تكملش. اختاروا صح، اختاروا صح يا جماعة. والله في اطفال بتتظلم، في اطفال كتيرة مالهاش ذنب بتتظلم في النص. انت تبقى لسه صغيرة، بتبقي عايزة تكملي حياتك، عايزة تبقى ليكي زوج، وانت تبقى عايز تبقى ليك زوجة وتجيب اطفال تانية وهي تجيب اطفال تانية. فلا، الاختيار ده اهم حاجة. يا ريت لما تيجي تختاروا اختاروا الصح علشان ربنا يبارك لكم، علشان باستمرار شوفوا نفسكم تكونوا موافقين بعض، يكون ترتيبات حياتكم شبه بعضها. لازم كده، لازم الامور دي تمشي الاثنين ايد في ايد زي ما بيقولوا. ما ينفعش حد يخط حد، ما ينفعش رايك يبقى اكتر من رايه او اعلى من رايه، ما ينفعش صوتك يبقى اعلى من صوته، ما ينفعش صوتك انت تبقى اعلى، لا دي مش حقيقه. لازم انتوا الاثنين تبقوا متفقين. متفقين على ايه؟ ان انتوا تبقوا شركاء، انتوا هتبقوا ده شريك حياتك هيبقى العمر كله، وانت هتبقى بالنسبه لك العمر كله طبعا. فلازم ان انتوا تختاروا صح. تبقوا موافقين بعض، ارائكم شبه بعضها، اقتراحاتكم شبه بعضها، تكونوا على يعني على اتمام الحياه الزوجيه دي انها تبقى ماشيه بمسيره كويسه. في باستمرار واحده لما بتلاقي الراجل بيحبها قوي بتتدلع عليه، بتتدلع عليه وتبقى دلعها بقى بصراحه، بيبقى دلعها مرق يعني زي ما بيقولوا. يعني لما تلاقيه كويس معاكي ما ت... ما ت... ما, ت... ما تبقيش انت بقى يعني قاسيه، او ما تبقيش انت الزوجه بقى اللي عايزه تاخدي وبس. او انت لو لقيتها كويسه يبقى ما ينفعش ان هي انت تاخد وبس، يعني عايز حب وحنيه وعايز طبطبه وعايز معرفش ايه، انت وبس. لا، الحياه مشاركه. لقيتها زعلانه طبطب عليها، تقول لها مالك فيكي ايه، شوف ايه اللي مضايقها تحاول تحله لها،
انت لقيتيه زهقان جاي من شغله، زهقان جاي تعبان في اي حاجه، تقعدي جنبه وتساليه مالك، فيك ايه، تعبان من ايه، لازم كده. انما الحياه الجافه ان انا هتجوز واحد هو هيخرج يجيب لي فلوس وانا هصرف وانا هاكل وانا هشرب وهو ملوش ثلاثه لازمه، لا لا. انا من رايي يا جماعه عشان تبقى حياه زوجيه سعيده لازم الاثنين الاختيار يبقى موفق، اهم حاجه الاختيار، تكون بنت ناس، تكون اما يحصل منها غلط تلاقي ام ترد عليها، تلاقي اخ ترد عليه، تلاقي اب ترد عليه، برضو الاختيار بتاع العيله. انت كده لما تيجي تختاري ما تختاريش واحد لوحده، اختاري عيله، اختاري ام واب واخ، واختاري يعني اختاري عيله. يزعلك في حاجه اقول لمامته، اقول لاشتكي لباباه، لازم يبقى في عيله. انما تختاري شخص لوحده او انت تختار شخص لوحدها ومفيش عيله، مفيش ان انت لما يحصل اي مشاكل انت يحصل اي مشاكل تروحوا للكبار بتاعكم، لا. يبقى انا من رايي لا، يبقى الجوازه دي فركش، هتمشي سنه، هتمشي اتنين، هتمشي تلاته، بس في الاخر هتبقى فركش. يا ريت يا جماعه، يا ريت الاختيار اهم حاجه، ويا رب يا رب ربنا يجمع كل اتنين على خير يا رب، وتبقى حياتكم حياه سعيده وموفقه ان شاء الله. باي باي.